حسن معروف انه تربى وعاش في بيت ملتزم بالدين، وهو نشأته وهو في احضان المساجد، حتى تربى في المساجد. حسن متزوج وعنده ولدين، وهو يعني كان يعشق الشهادة، هاي شهادة يعني لله. كل ما طلع وتحرك هو يقول لوالدته ادعي لي حتى اني يعني انال الشهادة واستشهد، وكذلك لوالده. ولكن الله حتى ناول حتى انه ربنا ناوله اياها. الحقيقة انه حسن بر يعني غريب بوالديه، خاصة بأمه يعني، وكان يسألها كثير، وراحت على عمر يقول لها ادعي لي إني أستشهد، ادعي لي إني أنال الشهادة. وهي في العمرة هي الأم معروف شو قلبها، ولكن أقسم عليها بالله إنه تدعي له حتى ينال الشهادة. والحمد لله إنه نال ما تمنى، ونسأل الله إنه يقبله، وإحنا راضيين منه كل الرضا، أخلاقه سلوكه ما شاء الله عنه، نسأل الله إنه يتقبل. الحمد لله رب العالمين المستعان. وهذا يعني كان كثير مبر طيب جدا محترم. نعم.